معانا بقى دلوقتي يوسف وياسين. بصوا بقى، الشجره دي فيها ثمار، كل واحده هتفتح واحده منهم ونشوف هتكلمنا عن ايه النهارده، ايه القيمه اللي هنتكلم عليها. افتح لنا واحده كده ورينا هنتكلم عن ايه. لا افتح، اوكي افتحها بقى. تعاون. التعاون، اوكي. التعاون يعني ايه تعاون؟ اللي احنا نبقى مع بعض ونشارك بعض في الحاجه، وعشان عشان نبقى نعملها حلو كويس وتطلع حلو. برافو عليك، برافو عليك. بصوا بقى، في عايز اقول لكم حاجه، يعني في مثلا لعبه زي الكونغ فو اللي انتوا بتلعبوه ده، دي لعبه فرديه، زي التنس لعبه فرديه، البينج بونج لعبه فرديه، مصارعه، ملاكمه، لعب فرديه كلها، يعني واحد بس اللي بيلعب لوحده. مش كده؟ صح. اوكي. في لعب تانية فيها تعاون زي جماعيه، فلازم كلنا نتعاون فيها، زي كره القدم، زي الباسكت بول، زي الفولي بول، السله، زي الهوكي، مش كده؟ الحاجات صح. اللي هي ايه، لازم الفريق كله يتعاون مع بعض عشان يدخل جون. صح. مش كده؟ طيب دلوقتي مثلا لما يكون في واحد ماشي بالكوره وبيجري بيها وعايز يدخل جول لوحده، وزميله واقف هنا واحد في الوينج والتاني زي وهو مش وعايز يدخل جول لوحده، ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا، لازم يديها الاول واحد جنبه عشان يباصي، عشان يتعاونوا مع بعض عشان يدخلوا الكوره. لو لقى ان هو في واحد غيره في حته احسن يقدر يدخل الجول يديها له. صح. عشان ده تيم ورك. كذلك العلوم برضو، يعني مثلا لما نعمل جروب مع بعض نذاكر حاجه مع بعض اذا جروب، ونعمل مثلا بيبر او نعمل بحث عن حاجه مع بعض جروب، مش كل واحد لوحده، مش كده ولا ايه؟ لما صح. واحد لوحده مش هيفكر زي اثنين وثلاثه واربعه، مش كده؟ صح. طبعا. وكمان لما يكون واحد لوحده سهل قوي انه يتغلب، لكن لما يكونوا مجموعة مع بعض صعب يتغلبوا. صح؟ صح. زي مثلا زمان قالوا لنا ايه؟ في واحد راجل كان عنده 7 اولاد. وبعدين لما كبر بقى الراجل وحس انه خلاص يعني عايز يدي وصية مهمة جدا لاولاده. قال لهم تعالوا كل واحد فيكم يجيب لي غصن شجرة صغير. كل واحد فيهم راح جاب غصن شجرة صغير ووقفوا قدام ابوهم، قال له تعالى اديني الغصن اللي معاك. خد الغصن تك عمله كده اتكسر. طب اديني التاني غصن معاك تك اتكسر. طب ايه رايكم بقى؟ تعالوا بقى نحط الغصن دي كلها مع بعضها ونكسرها. ما بتتكسرش. قال لهم هو كده، لو كل واحد فيكم بقى لوحده سهل قوي انه يتغلب، لما تكونوا انتوا كلكم اخوات مع بعض ايد واحده صعب جدا حد يقدر عليكم ويغلبكم. مش كده؟ عشان كده لازم كلنا نبقى يد واحده، الشعب كله يبقى ايد واحده، الناس كلها تبقى ايد واحده، مش كده ولا ايه؟ فيري جود. طيب انت ايه رايك؟ احكي لي كده، لو انت بتعمل تعاون هتعمل ازاي؟ يعني تحب تتعاون مع بعض في ايه؟ في المذاكره. في المذاكره، وايه كمان؟ في اللعب. في اللعب، برافو، برافو عليك. وايه كمان؟ في الرياضه. في الرياضه، برافو. وانت تحب تتعاون في ايه؟ زي في كل حاجه. ومثلا ابحث عن الحاجه مع صحابي وكده. وايه تاني؟ بتساعد مامي في الاكل مثلا في المطبخ؟ تعاون معاها لما مثلا بتاكله بتشيل طبقك مثلا، تتعاون مع ماما تشيل طبقك تحطه في المطبخ بدل ما هي تعمل كل حاجه لوحدها. ما ده تعاون. ترتب اوضتك، تشد سريرك، تحط هدومك اللي مش كويسه اللي قلعتها في الغسيل، كل ده تعاون. عشان ما يبقاش مامي كلها تبقى لوحدها بتعمل كل حاجه لوحدها تتعب، واحنا عايزين مامي تبقى كويسه، عايزين مامي تبقى مبسوطه. نوضب دولابنا، ما نسيبش النور يمنع كشه، ما اجيش المدرسه ومعايا الجاكيته ورميها هنا والجزمه هنا، واخد بالك انت، انا عارف انت بتعمل ايه، وارمي الشنطه كده. ها مش كده؟ بنعمل كده صح؟ مامي تقعد تلم ورانا. لا ما بنعملش كده؟ مش بعمل. برافو عليك، برافو عليك. تعاون مع اخواتنا، لو في اخويا الاصغر مني مش فاهم حاجه في الدرس اتعاون معاه واعلمها له، افهمها له، انا خدتها في المدرسه قبل منه وانا بذاكر. اكيد مش بذاكر برضه؟ وشاطر طبعا. يبقى لازم التعاون. التعاون صفه مهمه جدا جدا في المجتمعات وفي الاسره، بدون تعاون هنبقى ناس كده مفتته مفككه، كل واحد بيلعب لوحده ما
محدش فينا هيكسب، محدش فينا هيجيب جول، ومحدش فينا هينجح في الحياة لوحده أبدا. لازم كلنا نتعاون عشان نوصل في الآخر الهدف اللي احنا. يعني إيه مجتمع؟ يعني فرد مع فرد مع فرد مع فرد، عملوا أسرة، أسرة مع أسرة مع أسرة مع أسرة، عملوا مجتمع. صح، مش كده؟ لما فيش بينهم تعاون مش هيبقى مجتمع ناجح، هيبقى مجتمع متفتت كده مفكك، مش هيبقى مجتمع قوي. الدول لما بتجتمع مع بعضها تبقى دولة قوية جدا، ولما يتفرقوا ممكن أي حد يغلبه، يغلب ده وبعدين يغلب ده وبعدين يغلب ده. لكن لو كلهم مجتمعين مع بعض محدش يقدر. طبعا طبعا، عشان كده قالوا في الاتحاد قوة، مش اتحاد الكورة، في الاتحاد نحن نتحد مع بعض نبقى قوة، نبقى قوة، نبقى قوي قواوة. طبعا لازم يبقى قوي قواوة. اوكي،